أنا أتواصل مع الوالدة وأتواصل مع أخواتي وأتواصل مع أهلي في غزة حفظهم الله. حقيقة بصعوبة بالغة، لكن لا أسمع منهم حقيقة إلا الدعاء، لا أسمع منهم إلا الحمد، لا أسمع منهم إلا الرضا. حتى أنني تحدثت معهم عن قضية النزوح وأن هذا المحتل يريد أن يهجركم من غزة إلى مصر وإلى غيرها، ولكن لم أسمع منهم إلا أنهم يريدون الثبات على أرضهم. شعارهم نموت على أرضنا ونستشهد على أرضنا، ولكن لا نغادر هذه الأرض، لن نسمح لهذا المحتل أن يهجرنا هجرة ثانية. نحن باقون على أرضنا، ولو كلفنا ذلك أن نستشهد جميعا. فهم أبشرك، رغم أنك ترين الآن ويرى العالم الآن مشاهد قاسية جدا من رحيل الأطفال ومن رحيل النساء ومن رحيل المدنيين، لكن أبشركم جميعا أن أهل غزة في ثبات وفي صمود. نحن والله حزننا ليس على أننا نقطف الآن، حزننا ليس على أننا الآن يستفرد بنا هذا العدو، ولكن حقيقة حزننا على من خذلنا، حزننا على من تخلى عنا، حزننا على من كان بإمكانه أن ينصرنا لكنه الآن يتابعنا عبر التلفاز، وكأننا لسنا مسلمين، وكأننا لسنا جزء من خريطة الوطن العربي ومن خريطة هذا الوطن الإسلامي. ولهذا أهل غزة في ثبات، أهل غزة في صمود، أهل غزة سيمسحون جراحهم وسيكففون دمعاتهم.